بن أبيش تبعد الكرة محاولة أمامية لصالح فريق الوداد الرياضي للانطلاقة بشكل مهم. تمرير الجهة اليمنى كانت انطلاقة عن طريق وليد. فرصة هدف الأول لصالح فريق الوداد، هدف الأول لصالح فريق الوداد، ويفتتح الدوري الوطني المغربي أهدافه، ويفتتح الدوري الوطني المغربي أهدافه الوداد 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 بهذا الهدف الذي يلهب الجميع. رضا الهجوج مدرسة